المغرب كما شاهدت المقابلة كانت شيقة. شو هدف سبق لنا هما الهدف الدقيقة الأولى ورجعنا في الماتش الحمد لله الدراري ما هبطوش اليوم وعاودنا ما كاين الهدف الثاني كما تشوفوا ملي تيكون الماتش في الفوتسال بحال ما هكا بيت 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 التعادل ما تيكونش تيكون شويه ريتم في الماتش وفي الدوزيام ميطون راكم كما شفتوا تقلبوا علينا ما كاو التعادل وما كاو بيت فور واخا بقى 8 دقائق الحمد لله ما نزلناش يدينا وما كاينه جوج اهداف باش قتلنا المباراه والحمد لله هذا الفوز الاول لينا بعد البدايه المتعثره اللي كلشي كما شاهدتوا عندنا نقطة من أصل ثلاثة الماتشات والحمد لله تكون هذه هي البداية ديالنا باش نمشيو في مسار موفق إن شاء الله. الحمد كما يعرف الجميع هذا العام مولودية خويبكا غيلعب على الصعود إن شاء الله لما لا. نتمناو إن شاء الله في قادم مباريات نقدموا أحسن ما أحسن في الجماهير. السلام عليكم. الله يبارك فيك اخ سيمو. صراحه انتصار يعطينا واحد الدفعه معنويه كبيره للفريق خصوصا انتكاسه ديال ثلاث مقابلات اللي فاتوا ما كانش كيسمح لينا الظروف ما كانتش كتسمح لينا باش نزيدو نتكبدو بخساره اخرى ولا تعادل حنا لاعبين في الملعب ديالنا. الحمد لله كنشكر الدراري من الطاقم كنشكر الرئيس كنشكر المدرب واللاعب مايبين صراحه اللي الوجود ديالو كيعطي الفريق واحد الدفعه كبيره. كنشكر اللاعبين كاملين وان شاء الله نحققوا نتائج ايجابيه في قادم مقابلات. يعني الطموح من بدايه الموسم كان هو الصعود نظرا كتشوف اللاعبين كاملين من يعني التركيبه البشريه ديال مولوديه خويبكا يعني كتشوف لاعب لاعب كتشوف يعني تلعب على الصعود ما يمكنش لك تشوف هاد اللاعبين اللي عندنا حنايا وتقارنهم مع لاعبين اخرين مع احترامات لجميع الفرق ولكن اللاعبين ديالنا حنا كما كنقولوا كاين الخبره كاين دراري كويريه كاين كل شيء الحمد لله وان شاء الله نطلبوا من الله يوفقنا في قادم المقابلات. السلام عليكم تحياتي فجر سكون هاد الناس اخويا تاع مراكش مانعين عندنا القاعد ما تترينيوش ما تستقبلوش فيهم دابا جايين جايين تخرج دابا نستقبل ديك المره مشينا لكازا دابا حنا نسالي وغادي نضربوا الطريق حتى لمراكش نهار الاثنين غادي للكلميم بين سالي للكلميم خاصنا عاوتاني ما عندناش القاعه باش نلعبوا نهار السبت خاصنا عاوتاني نطلعوا حتى للسطاد هاد المعاناه تكون لا علاش عرفناش حنا هاد الناس اش بغاو من عندنا الا بقاو مع هاد الفرقه تحيدوا حنا كاع مره علاش ما نبقى نتعذبوا نجيو الطريق نجي من الخمسه الصباح حنا فايقين نضربوا الطريق ونلعبوا مع وحدين حنا اللي مستقبلهم ما فايقين طاو الجزائر نفسي ما غاديش هاد الناس هادو بغاو يطلبوا منهم غير قلنا كلمه واحده يا اما يعطيونا القاعه يا اما قلنا سيروا في حالاتكم هاد المسؤولين ديال مراكش راه عيقوا عندنا بزاف وراه ما الله اللي تيخلص حتى الاخ انس راه ما دار معاه حتى حل مسكين راه باقي مشدود ما دير معاه حتى شي حل قال لك داروا تنازل هاد الناس ما كاين لا تنازل لا والو الناس كل يوم عارفين هاد المشكل اللي تنديرو حنا حتى في مراكش ما تيهضر علينا الله الناس البرانيين حتى ديال تخريب كاو ديال كازا والناس ديال السطاد هما اللي تيهضروا على فريق الصحوه هما الاخرين كاع الصحافه ديال مراكش حتى ما تيهضر علاش هذا الشيء واش هما متفقين على هاد الفرقه هادي ولا ما عرفناش وتحياتي اخويا بهذا الصوت ديالي وصل كاع للمسؤولين.